خليني استاذنكم في ان احنا ناخد معانا على التليفون سياده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. اهلا 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 يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ يوسف. مساء النور، ازاي الصحه يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. حدثنا يا فندم واسهب القول عن الاجراءات الجديده وتحديدا فيما هو متعلق بالهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. تمام، حضرتك عارف يا استاذ يوسف ان احنا بنزود المعاشات مره في السنه. ايوه. بتبقى في شهر 7. الحقيقه يعني بدلل بس على مدى اهتمام فخامه رئيس الجمهوريه باصحاب المعاشات ومستحقين عنهم، ان مع بدايه الحرب اللي في اوروبا جمعنا فخامه الرئيس في شهر 3 وقال الصوره كده شكلها الموضوع ممتد معانا، عايزين نعمل حزمه اجراءات علشان نخفف من وطئ اللي هيحصل على المواطن البسيط يعني. فساعتها عملنا زياده للمعاشات بنسبه 13%، وبكرنا صرف الزياده بدل ما كانت بتتصرف في شهر 7 قدمناها صرفناها اعتبارا من 1/4. حلو. مع تفاقم الازمه على مستوى العالم، اعتقد ما فيش واحد في مصر دلوقتي مش مدرك ارتفاع الاسعار على مستوى العالم والدنيا شكلها عامل ازاي في اوروبا وفي غيرها. برضو يعني كلفنا بان احنا نعمل حزمه اخرى كلهم فيما يخصه. فبالنسبه انا هتكلم على تخصصي المعاشات، احنا طرحنا منحه استثنائيه لاصحاب المعاشات بمبلغ مقطوع، لأول مرة ده يحصل في مصر، مبلغ مقطوع 300 جنيه. أحب بس ألفت النظر يا أستاذ يوسف لأكثر من نقطة. اتفضل يا فندم. لأن في ناس لما سمعت كلمة منحة ربطوها بمدة معينة، هنصرف المبلغ ده لمدة معينة وبعدين تتشال. فأنا من خلال برنامج حضرتك بأكد المنحة مستمرة، مستمرة وغير مؤقتة بمدة. حلو. الكلام اللي مكتوب على دي منحة مستدامة يعني. دول هيدوا المنحة 3 شهور، لا ده 6 شهور، لا ده لنهاية السنة المالية، ولما يدوا زيادة للمعاشات هيشيلوا المنحة. الكلام ده كله كلام غلط. منحة مستمرة غير محددة مستمر. المدة. بالظبط، طالما المعاش بيصرف هيصرف عليه المنحة اللي 300 جنيه. حلو. هيستفيد من هذه المنحة حوالي 10.7 مليون مواطن، وزي ما قال فخامة الرئيس نقول أرقام تبقى سهلة على الناس تحفظها، نقول ما يقرب من 11 مليون مواطن هيستفيدوا من هذه المنحة بتكلفة سنوية حوالي 31.5 مليار جنيه. 31.5 مليار. 31.5 مليار. حلو. عايز اوضح نقطتين. ايه اللي دفعنا ان احنا نقرر المنحه بمبلغ مقطوع ما هياش بنسبه من المعاش؟ لو تخيلنا استاذ يوسف، لو عندي 3 اشخاص بياخدوا بيصرفوا معاشات، واحد بياخد 1000 جنيه، واحد بياخد 2000، واحد بياخد 3000. لما كنا بندي زياده وبنقول 10%، كان الشخص الاول هيستفيد ب 100 جنيه والثاني ب 200 والثالث ب 300. احنا هنا ده المقصود من الحزمه دي، ان احنا نقف جنب الناس الاحداث الاقتصاديه اللي على مستوى العالم هتاثر عليه بعمق. فعايز اقف جنب الضعيف، عايز اقف جنب اللي معاه بيت. فالنهارده قلنا ندي ال 300 جنيه دي، فال 300 جنيه بالنسبه للشخص اللي معاشه 1000 جنيه هي بتمثل له زياده في قيمه معاشه 30%. 30%. واللي معاشه 2000 كانه خد زياده قيمتها 15%. واللي معاشه 3000 كانه خدها 10%، يبقى انا وقفت جنب اللي معاشه قليل لان الظروف الاقتصاديه قاسيه جدا على مستوى العالم كله، وده اللي خلانا نفكر في مبلغ مقطوع يوزع على أصحاب المعاشات كلهم.
حلو جدا جدا جدا، اشكرك سياده اللواء كل الشكر، والله الموفق والمستعان زي ما دايما بنقول وبندعي ربنا. كل الشكر ليك سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. طيب خدوا بالكم يا جماعه اللي قاله سياده اللواء جمال عوض مهم جدا في ايه؟ فكره انه المبلغ المقطوع ده اتحسب او اتعمل بطريقه انه الوقوف جنب الفئات الاولى او الشرائح الاولى بالرعايه. يعني 300 للي بيقبض 1000 يبقى كده زي 30%. عمليا كده انت بتضيق الفجوات الماليه ما بين الناس وبعضهم. طب سياده اللواء، طيب عشان كنت لسه عايز اسال، احنا هنبدا صرف من امتى؟ عشان برضو مهم بالنسبه لنا جدا لانه ده اول سؤال. سياده اللواء، ايوه فندم، نبدا بقى صرف من امتى يا فندم؟ احنا النهارده 26/10، اه القرار اتاخد النهارده، وزي ما وضحت مع حضرتك قبل كده المعاش غير المرتب. ايوه مرتب الموظف بيشتغل وفي اخر الشهر بياخد مرتب، المعاش بننزله اول يوم في الشهر. بالعكس، فمعاش شهر 11 اللي هيصرف كمان 5 ايام على طول. من خلال حضرتك يعني ببشر اهالينا اصحاب المعاشات ان شاء الله هيحط الكارت بتاعه المكنة علشان يصرف معاشه زي ما بيصرف كل شهر، هيجد معاشه وعليه المنحة اللي قدرها 300. طيب كما جرت العادة مع سيادتك يا فندم، قتلا لشك بيقين عشان العيال بتاعة الإخوان هتقعد تقرفنا، هو في أي إجراءات يا فندم مطلوبة؟ المواطن محتاج يقدم طلب، محتاج يعمل التماس، محتاج يعمل نهاية. أي شيء؟ مفيش حاجة نهائي يا فندم. في خلال ال5 أيام دول اللي بيتخللهم يوم جمعة وسبت أجازة في البنوك وأجازة في المؤسسات الحكومية، إحنا شغالين من النهاردة بمجرد ما اتخذ القرار إن شاء الله هنلحق خلال ال5 أيام ننزل المنحة على المعاش وبدون تقدم في أي طلبات وبدون أي شيء. اليوم 1/11 حط الكارت بتاعك هتاخد معاشك على 300 جنيه. بس خلاص كده، مفيش حاجة تاني. تمام. حاجة عظيمة جدا يا سيادة اللواء، والله والله مش عارفين نشكركم ازاي، واشكرك يا فندم جدا 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 على المداخلة وعلى هذا التوضيح. سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يبقى 300 جنيه مقطوعة ثابتة على الكل، ادي 1، 2 هتنزل بدءا من يوم 1/11 يعني بعد 5 أيام من النهاردة، 3 مفيش أي التماسات ولا أي طلبات هتقدم، 4 مش مربوطة بمدة زمنية، لا مدتها 3 أشهر ولا 6 أشهر ولا هي مستمرة موجودة معانا. حاجة تانية؟